ألو، تهيألي معاه حق، مش وقته. وأعتقد ملوش لازمة خالص إن احنا نفتح الموضوع قدام فريدة النهاردة. ماشي، أنا موافقة نتعامل عادي قدام فريدة، بس قدام فريدة بس. دينا برضو مرضتش تنزل معاكي؟ لا، مش عايزة تخرج من أوضتها، غلبانة برضو، أول مرة يموت لها حد، بس بعد كده هتتعود، هتبقى تنحى عادي. أخبار أدهم إيه؟ أدهم مين؟ اللي معاكي في البوكسين. أدهم كويس، بنتقابل. ما قلتليش يعني.